في مناضلين يجب أن يستمروا في صفوف الحركة الوطنية ويقاتلوا، لسه مشوارنا طويل مع إسرائيل. طيب، في الاتهامات كمان تنوعت، يعني وصلت حتى إلى الساحة الليبية وإلى عائلة العقيد الليبي معمر القذافي، اتهامات بأنك بعت صفقة أسلحة إسرائيلية لسيف الإسلام القذافي. الصفقة كانت هتطلع من اليونان لكن قتل القذافي وحصلت على أموال مقابل ذلك. طب مين اللي مدام أبو مازن متابع، مين اللي خدها في اليونان؟ لا أنا بسألك. لا يمكن هم. شوف، أولا هذا مضحك. شوف، الذي أخرج هذا الخبر هي قطر بالمناسبة. أرجع بالتاريخ قطر. طبعا لأنه قطر بتعرف بحبوني كثير ما شاء الله. والجزيرة بتحبني كثير، بيفكروا أنه هم حولوا الجزيرة للإخوان المسلمين لتطعن في فتح، بيفكروني أحد هؤلاء الذين يمكن أن يساوموا على أبناء فتح أو حقوق فتح. طلعوا بجريدة لهم في المغرب العربي، ثم الجزيرة أخذت هذا الخبر نقلا عن أنه محمد دحلان. أولا المعارضة اللي بي قالت وين سلاح؟ ثانيا يا أبو مازن يا محمود عباس، انت بتفكر انه انا يعني الى هذا الحد المجنون الذي يتدخل فيه في شؤون ليبيا؟ انا نعم كان صاحبي سيف الاسلام، وانا كنت من خلال هذه الصداقة اجيب فلوس للشعب الفلسطيني، مش الي يا محمود عباس زي ما انت الي حكيت لي. زعلان من خالد سلام ليش؟ وعدني يزبط لقاء بين ابني ياسر وبين سيف الاسلام عشان تجارة مع روسيا. قلت انا متدخلني في الموضوعات. وبالمناسبة لا يعني أبو مازن طلب منك أنك تزبط لقاء بين ابنه ياسر وسيف الإسلام القذافي، وأنا رفضت، بس زبطوا محمد رشيد بالمناسبة في اليونان، وهذا ما تحدث فيه مدير مكتب سيف الإسلام محمد إسماعيل. ثانيا يعني هو أنت بتفكر إسرائيل لا يعني لقاء من أجل المصالح الخاصة الخاصة، كانوا يناقشوا مثلا الحرب الذرية ولا الحرب الإلكترونية، مجاز بيناقشوا مصلحة الشعب الفلسطيني. لا 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 لا، هذا بدهاش كلام. أولاد محمود عباس بيشتغلوا حصالين جمارك، وأبو مازن بيعرف وهو بيشتغل معهم فيها. لكن دعني أوضح بشكل متسلسل، ليبيا اللي طلعتها الدعاية قطر بس وأنفي نفيا، نفيت في السابق ونفيت في اللاحق وما فيش واحد جاب دليل. لكن أنا نفسي أفهم سؤال منطقي على محمود عباس لما بفكر في الخيال هذا. طيب أنا جالس ضيف في الإمارات، ضيف لا أكثر ولا أقل، وأحترم أصول الضيافة مش زيك. ثانيا أمريكا والنيتو ضد القذافي، وأنا بدي أروح أجيب سلاح للقذافي، يعني ركب لي إياها يعني كيف مين؟ ومن إسرائيل ونجيبهن في اليونان وبعدين ينفقدن. هو بفكر زي تجاراته ولا زي الطيارات اللي بيشتروهن أولاده إله، بيشتروهن اليوم وتاني يوم ببيعوهن. والحمد لله مش أنا اللي نفيت، بس مدير مكتب القذافي أصدر بيانا يكذب فيه محمود عباس. اثنين شوف، كل اللي قاله محمود عباس جاب سيرة الناس فيه، نزلوا بيانات تكذيب كلهم من مدير مكتب القذافي. امال ايه القبه الحديديه دي؟ انا ما فهمتش يعني ايه بدنا القبه الحديديه. لا القبه الحديديه هذا مشروع اسرائيلي كبير ضد الصواريخ فعلا ابو مازن. الله يعين. مشروع اسرائيلي ضد الصواريخ؟ طب ايه اللي لا سيف عايزه في ليبيا؟ يعني مش عارف، يعني سيف عايزه في ليبيا عشان يحمي نفسه من مين؟ انا مش فاهم. ثم مين قال انه انا يعني ليش يا محمود عباس انا وكيل اسرائيل الان عندك؟ يعني انت حتحكم هذا النظام؟ لا وبعدين انت ممكن تروح تجيبوا هذا النظام من السوبر ماركت، توصي بدنا كونفر كورن فليكس بدل كورن فليكس قبه حديديه، تاخذها وتديها للقذافي. يا اخي بس يا ابو مازن مش انا اللي طلبت، انا طالبت القذافي ونجحت اجيب فلوس لياسر عرفات، والاغلبيه تعرف ذلك، وبعد ذلك من سيف الاسلام مش لدار ابوي. انا مش زيك بروح اطلب شغلات شخصيه، لأنه أنا بعرف تركيبة الدول العربية، إذا طلبت إشي شخصي بترخص، أطلب إشي وطني تكبر في وعيهم وعقولهم، وهذا ما أفعله الآن. لذلك هو مجنون. أنا بساعد الشعب الفلسطيني، أنا مش فاهم ليش زعلان هو إنه أنا بساعد مخيمات اللاجئين في لبنان. شو بدي أكسب منهم؟ أصوات انتخابية بحق لهم مش صوته. أنا عمري زرت لبنان زي ما هو بدعي إنه أنا كاين في لبنان وقايل لهم المشير السيسي في جيبتي. أنا عمري زرت لبنان في حياتي، في حياتي ما عمري زرتها. أزيد لك أكثر، أنا لا أعرف أي مسؤول لبناني، ما عمريش التقيت مع أي مسؤول لبناني. الحريري بشوفه بالصدف يعني مش لاقي إنه أنا قايل له. بعدين أنا كبير
أنا كبير وبعرف مجالس الرؤساء والملوك والأمراء وبحفظها وتعلمت الأصول فيها. السيسي أكبر منك ومني ومن هالقصص الفاضية تبعتك. طب إيه هذا إيه هدفه من ذلك؟ وكأنه لا هو أسفين مرة في الأردن ومرة